المشير السيسي هيفضل طبعا ابن المؤسسه العسكريه اللي هي رمز رمز الوطنيه المصريه عبر التاريخ، اللي لما الدنيا تضيق بينا لازم نمسك في عمود الخيمه اللي هو بتبقى المؤسسه العسكريه، والمشير السيسي هو ابن المؤسسه العسكريه، راجل مضمون وطنيته، ما اقدرش اغامر في وقت زي ده. دايما بيدافع عن المعتقلين، بيدافع عن كل مبادئ الثوره اللي احنا نزلنا عشانها، العيش والحريه والكرامه الانسانيه،